كلنا الماتش. بقى. قول انت بقى. دب صفحه. اصل انا مش عارف من اول حلقه بيجيب الاخبار منين. يعني حد يقول لي بيجيب الاخبار منين. طب السؤال بقى السؤال سيبنا انا يا جماعه هنا انا شغال هنا دي شغلانه. هل انت كان في فعلا عروض ومسوي نفسه لما في كذا حوار صحفي قبل كده انه عنده عروض من الخليج وعنده عروض من انديه؟ هل في عروض باسماء انت كنت عارفها عرضت على؟ وطبيعي على فكره ان موسيماني كان يعرض عليه انديه ومنتخبات. لا ازاي بحكم إزاي؟ النجاح الكبير ده طبيعي. هو طبيعي اي حد في الاهلي لاعب او مدرب صح؟ او حتى في الزمالك او بالزبط. حتى في انديه كبيره هيبقى ليه عروض. ان يجي له عروض طبعا ده طبيعي طبعا. لكن اولا ما فيش عروض من الانديه السعوديه خالص. تمام. ما فيش ولا عرض من النادي السعودي. تمام. هذا الكلام قيل كنوع من انواع الضغط في فتره سابقه على اداره النادي الاهلي عشان تسرع في تجديد عقد موسيماني. موسيماني كان لديه عرض واحد بس في فترة سابقة ممكن في شهر 2 أو نهاية شهر 1 من الدوري القطري، غير كده ما جالوش أي عرض. زي ما الناس رددت إن عنده عرض من منتخب تقريبا مش عارف السنغال ولا منتخب غانا ولا نيجيريا مش متذكر يعني. يعني منطقيا جدا الراجل مرتبط بعقد ينتهي في 30/9 في 30/9 شرط جزائي 6 شهور. هو أنت ليه مش قادر تشيد بموسيماني والنجاح اللي عمله إن يجي له عروض؟ ليه لا؟ أنا على فكرة أنا ما بتكلمش أنا بقول لك إن طبيعي إن واحد ماسك الأهلي يجي له عروض. طيب طالما طبيعي طالما طبيعي طب إيه العيب إيه بالعيب اللي ينفي ده؟ هو مش بس عشان ماسك الأهلي أنا بقول لك معلومة هو عشان عمل نجاحات كبيرة مع النادي الأهلي. أنا أول حلقة قلت لك مفيش بني آدم عنده منطق وعقله بيتكلم بالأرقام يقول لك إن أنا ما جددتش الموسيماني 3 سنين. والدليل واديك دليل انه كارتينون كسبان دوري مع الزمالك وجاله عروض كتير في السعوديه. طبيعي جدا. ما بالك انت بقى مدرب واخد بطولتين افريقيا واخد برونزتين كاس عالم يعني اكيد طبيعي. بس موسيماني ما حصلش معاه. انا هنا بتكلم في معلومه مش بقول انه مش طبيعي او طبيعي. المعلومه اللي عندك انه ما فيش جول عروض ولا انا لما بقول لك معلومه ان في عرض فانت بتقول لي لا ما فوضوش. لا المعلومه ما جالوش عروض. يعني انت معلومتك من السعوديه ولا معلومتك من موسيماني ولا معلومتك من النادي الاهلي القطري كانت في شهر نهايه شهر 1. معلومتك انا بسالك عليها يعني مكانها منين؟ هل من موسيماني ولا من السعوديه نادي اهلي جده ولا من النادي الاهلي المصري؟ معلومتك جبتها منين اللي انت بتنفيه بمعلومتي؟ رد عليا. يعني انا بقول معلومه باسانيد بارقام تمام وبقول لك ب 3 مليون يورو. سهل جدا اي حد يقول في الزمن ده. ما هو انا بتكلم بحقيقة. انت عندك حاجه تنفي ده؟ انا بقول لك مفيش ولا عرض من الدوري. مين بقى قال لك؟ انا اللي بقول لك. اقول لكم بقى ملخص كل ده ايه؟ ما قيل في بيان النادي الاهلي امس بخصوص تجديد موسيماني.